فندم مش هينفع والله، المريض الجديد في عربية الإسعاف مستني بره. خمس دقايق. حاضر. أنا همشي. بس أنا متأكدة هتكون في مكان أحسن بكتير. مدام فريد، هتطلب حاجة تاني؟ ارفع راسك يالا. بص انا مش عايز اظلم حد بصراحة، مش عارفة، لا مفيش حد فيهم. قولي لي يا مدام فريدة، ها لقيت الحاجات اللي اتسرقت في الشقة؟ بصراحة أنا ما بصيتش يعني، بس أنا في حد شك فيه إن هو ممكن يكون السبب في اختفاء شريف.